واش معكم انكو لقيتوني دابا انا في اسكتلندا واحد البلاصه خطيره انا نوريكم بها. البيان بلي مريح فيه واحد 3 ايام دابا طايجوني غادي نمشي لواحد الجبل حتى هو خطير. شحال هادي ما فلوغيت، كانوا عندي بزاف ديال الحوايج كنت خدام على بزاف ديال لي بروجي. مهم عندي بزاف ديال لي فلوغ اللي درتهم وما ساليتش المونتاج ديالهم. دابا بغيت نقول لكم بانني رجعت، دونك الى عجبتكم فيديو بارطاجيو وكليكيو على لايك. انا دابا في اسكتلندا، ما بقيتش ساكن في اسكتلندا، ولكن هاد الوقيته هادي هاد السيمانه رجعت باش نضرب واحد التريب واحد الفواياج. دونك هادي دابا انا في البلاصه اللي كريتها واحد اير بي ان بي اما كيف ما كتشوفوا معايا واعر بزاف، ديك الشيء زعما بالكارطون وبالقصدير خونا طلع اركيتكتشر واعر. لا في على برا اليوم كاينه شويه الضبابه ولكن ماشي مشكل. دونك انا دابا في واحد البلاصه في اسكتلندا، جات في الشمال في واحد الجزيره، جات فريمون فريمون في الشمال ديال الكره الارضيه. غادي نورى لكم دابا في الخريطه، سميتها ايل اوف سكاي. كما كتشوفوا مع البيبون الليل كيف ما كتشوفوا الدرون. ما عرفتش علاش ما بغاش يخدم، قال لك هاد المنطقه هادي ما تقدرش تطير فيها. معكم مباشرة زنزن فلوغ إنكو ميغا. صاحبي ها هو عندي هنا ديال الفيريك. فرج ليا فرج، ها تشوف جبال وتلال، إنها القاحلة.